السلام عليكم، أنا اسمي عماد إبراهيم من مصر ومقيم بالنمسا. وأنا مغربي، اسمي مغربي، أصلي مغربي ومقيم في فرنسا في باريس. My name is عبد الواحد and I come from Italy. Je me présente, je m'appelle Ahmed. Je suis venu avec mon ami Ismaël le 19 novembre 2020. وفي الحقيقة لما وصلت كله تمام في المطار، الناس استقبلونا وصلونا للهوتيل. الهوتيل ممتاز جدا والحمد لله، دي نتيجة العملية. يعني يمكن لو شايفينها دلوقتي على الصورة أو كده، يعني الحمد لله ممتازة والعملية الثانية ممتازة الحمد لله. كيف العملية الأولى؟ ونتمنى لهم الخير إن شاء الله. I heard here yesterday operation was very good, successful, no pain, nothing. Operation was successful, very nice. وفي مترجمين باللغة الفرنسية وبالإنجليزية وبالعربية، وتعاملهم جيد، وأحسن سعر وأحسن مستشفى بدون مجاملة هو هذا مستشفى هايستار كلينيك. Tout s'est très très bien passé, tout s'est déroulé comme il faut. On est très très fiers, on est très contents. Vraiment, on a été accueillis de A à Z. On a été pris en charge de A à Z. مدة العملية تقريبا من الوصول للنهاية للذهاب 3 أيام، بيكون كل شيء تمام بعد الكشف وبعد عمل العملية وكل الإجراءات. شكرا. Thank you.